يسعد صباحكم من جديد. بهالفقرة هاي بدنا نحكي عن قديش مهم الواحد، يعني بتعرفوا احنا خلال فترة سنة كاملة بنكون قاعدين بعادة معينة في الغذاء، بنمارس هاي العادة بطريقة يوميا، عندنا ثلاث وجبات الصبح غدا عشاء، فرح يختلف بشهر رمضان هالشي هذا أكيد، يعني أسلوب غذائنا مختلف تماما، حيصير حنعتمد بس على وجبتين رئيسية هم الفطور والسحور. عشان هيك حبينا نطرح هالموضوع هذا، ممكن يسبب اضطرابات هضمية لكثير من الأشخاص، خصوصي عم نحكي نقول الأيام الأولى من رمضان، فحبينا نركز على هالموضوع مع الدكتور خالد جاد الله، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد. أهلا وسهلا فيك دكتور، كيف أهلا فيك وكل عام والجميع بخير. كل عام وانت بخير. إذا دكتور 16 ساعة من الصيام رح نقضيها خلال فترة الصيام، 16 ساعة ومش هينين هدول 16 ساعة، فشو الطريقة الأمثل، شو بتنصحنا حتى نقدر خلال 16 ساعة من بعد ما نفطر ما نعيش مشكلة الاضطرابات الهضمية؟ طبعا شكرا جزيلا لاستضافتي للحديث عن هذا الموضوع المهم. كما تفضلتي 16 ساعة، ومش فقط 16 ساعة، هم بيجوا فجأة بعد زي ما ذكرتي 11 شهر من عادة تتضمن ثلاث وجبات زائد سناكس إلى آخره، وفي جو حار مثل هذا الجو اللي بنعيش به الأيام هاي، فهنا لابد من أنه تحصل بعض الاضطرابات والتغيرات الفيزيولوجية في الجسم. إذا ما استجبنا لهاي التغيرات عن طريق إجراء بعض التعديلات على طريقة الأكل كما وكيفا، لابد أنه نقع في مشاكل، وبيتحول الصيام من فائدة إلى ومنفعة ضرر. إلى ضرر لا سمح الله. يعني على سبيل المثال للحصر، خلال 16 ساعة إحنا ما عم نشرب، هذا ممكن يؤدي بسهولة إلى تجفاف، والتجفاف كما تعلمي أكيد الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات يعرفوا أنه له أضرار كبيرة جدا، قد تصل لا سمح الله في بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل قلبية إلى حتى إلى سكتة قلبية، أضرار على الكلى، التجفاف قد يؤدي إلى قصور في عمل الكلى، الإضافة إلى الشعور بالضعف العام والخمول. النقطة الأخرى اللي هي إحنا منصوم 16 ساعة، المعدة خاوية، لم تستقبل شيء على مدى هالساعات الطويلة، وفجأة بدنا نعبيها مرة واحدة بكميات مهولة من الطعام. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستطيع المعدة أن تتعامل بعد هذا الوقت الطويل من عدم التعامل مع الأكل، أن تتعامل مع وجبة كبيرة، إلا أنه يحصل خلال بعد هالحكي شيء من عسر الهضم. والنقطة الأخرى المهمة أنه بيصير في ارتداد مريئي تماما، لأنه المعدة بيرتفع فيها الضغط بشكل كبير، وهذا شائع بتسمعيه من كثير من الناس، يا أخي الحرقة وصلت معي لهون، يعني هو مش معقول ما يصيبك حرقة وأنت كمية اللي أكلتها كمية كبيرة ما أكبر بكثير من أن تستقبلها المعدة. فهي فقط على سبيل المثال، يعني قلنا الجفاف والاضطراب التجفاف، نعم، عسر الهضم، الارتداد المريئي، بالإضافة إلى أمور أخرى طبعا. الإمساك عند كثير من الناس هو مشكلة، وخاصة في الأيام الأولى من رمضان. يعني الجسم متعود على نظام معين، الوجبة الصباحية ثم الغداء العشاء زي ما تفضلتي، والأمعاء الرفيعة والغليظة تتجاوب مع هذا الكلام، مزبوط، بحيث أنه بيجي وقت أنه بكون الجسم منتظم بالضبط مستعد للإخراج. هلأ في رمضان هذا الحكي كلياته بيتغير، وفي إجراءات اللي إحنا نخفف فيها من وطأة سواء عسر الهضم أو الارتداد المريئي أو الإمساك. ممكن كمان يصيب انتفاخ لبعض الأشخاص، الانتفاخ في حالات معينة بصيب، خاصة الناس اللي بيكثروا من تناول الحلويات. الحلويات زي ما بتعرفي ست رندا هي عبارة عن كربوهيدرات. الكربوهيدرات بكمية فوق العادة هضمها من خلال البكتيريا اللي هي متواجدة بشكل طبيعي في الأمعاء تبعنا، بيؤدي إلى تخمر، وهذا التخمر هو اللي بينتج الغازات. عشان هيك اللي بحب يتجنب انفاخ يقلل شوية من هالقطايف والهريسة والكنافة، راح يشوف انه راح يكون وضعه مرتاح اكثر.
فهذا ما في شك ممكن يحصل. احنا راح نحكي اكثر دكتور عن شو الاجراءات اللي ممكن الواحد يتبعها خلال فتره الصيام وما بعد الصيام وعند فتره السحور، خصوصي فيما يختص في الطعام. لكن انا حابه بالاول نعرف مين هم الاشخاص اللي ما بتنصح انهم يصوموا نهائيا. اوكي، هذا سؤال مهم جدا، لانه صحيح احنا بنشوف وبعتقد معظم زملائنا في المستشفيات في المراكز الصحيه بيصنع حالات على درجة شديدة من الخطورة. يعني أذكر على سبيل المثال للحصر الناس اللي عندهم سكري، سواء من النوع الأول أو من النوع الثاني، وأخطرهم اللي من النوع الأول اللي هم الناس اللي بيحتاجوا يأخذوا إنسولين قبل الوجبات. هلا هون طبعا الجسم فيزيولوجيته تختلف عن الشخص العادي، يعني هو معرض بكون النقيضين، النزول السكر الحاد وارتفاع الحاد في السكر. المريضين سواء من النوع الأول أو من النوع الثاني. هذا طبعا بحكم تغير نظام الوجبات. اللي بننصح فيه أنه اللي بيأخذوا إنسولين هم بيستطيعوا أنهم يصوموا، لكن بشرط أنه يكون قبل رمضان السكر تبعهم مسيطر عليه. يعني لا يمكن وهو غير منطقي أنه مريض السكر يكون وضعه مخربط قبل رمضان ويجي فوق هذا يصوم. يعني كمان بزيد الطين بلة زي ما بيحكوا. كيف ممكن يكون مسيطر عليه دكتور؟ رح أعرف الإجابة منك بس بعد ما نأخذ هالاتصال. في معنا اتصال من العقبة. أكيد. صباح الخير. صباح الخير رجاء. هلا أهلا، صباح النور. أهلا، تمام الحمد لله. تفضل. الله يتقبل الدكتور. تفضلي. انا يعني بعد ما افطر على طول يعني بيصيبني مرض شديد وبفوت على الحمام. بفوت على الحمام يعني بيكون يعني زي يعني اسهال. فحاب اعرف يعني شو هذا السبب، مع العلم انا عامله عمليه مراره. نعم. فهذا له علاقه يعني. شكرا لك. شكرا لك اخت رجاء. تفضل. سؤال الاخت رجاء في صلب الموضوع. على الارجح بعض الأشخاص قد يكون عندهم بالأساس شيء من القولون العصبي أو التهيجي. هذا اللي ذكرته احنا بنسميه gastrocolic reflex، اللي هو ردة فعل انعكاسية معدية معوية. يعني في أشخاص كثير حتى بدون رمضان بقول لك بس أكل أنا مباشرة بدي أركض على الحمام. هذا بكون في عنده شيء من القولون العصبي أو التهيجي، اللي هو شائع جدا. هلا برمضان اللي بزيد الطين بلة إنه الوجبات في معظمها، وهذا لا يخفى على أحد، مليئة بالدهنيات والحلويات. هذول اثنين طبعا بيؤدوا إلى حركة مفاجئة وسريعة في الأمعاء. بالتالي بصير عندهم هالشعور أنه لازم يروح على الحمام وبصيبوا المقصة وإلى آخره. الحل لذلك أن تكون الوجبة متوازنة، ما ببلش بحلويات ولا بأكل دهن كثير. صحن سلطة بيحميكي اي شيء فيه الياف، الخبز الاسمر، صحن سلطه، شوربه عدس الكل بيحبها. هاي ممكن تخفف الى حد كبير من هاي المشكله، قد لا تلغيها. اللي بيحبوا الحلويات دكتور شو يعملوا؟ يعني اللي بيحبوا الحلويات هو الاصل، تعرفي اختي رندا، برمضان هو الحكمه منه السيطره على الشهوات. صح. يعني اذا سمحتي لي. انا عشان هيك يعني بدي اسمح لنفسي واحكي هالشغله، هي فلسفيه نوعا ما. في فرق بين الصائم والجائع. في ناس ما بتصوم بالجوع لأنه هو نسي بالأصل الحكمة من الصوم. صح. كويس. ففي فرق كبير جدا بينهم يعني. انعكاساته حتى من الناحية العلمية. الصائم بكون مرتاح نفسيا وبكون عنده أقل أدرينالين، أقل هرمونات أخرى زي الجلوكاجون. الجائع هو بيعتقد أنه صائم، لكن هو في تفكير مستمر بالأكل وبالطبخ وإلى آخره، بحيث أنه هذا بيستفز إفراز الهرمونات هذيك عنده. ففي فرق كبير بين الاثنين. يا ريت لو الناس تتذكر الشغله هاي، انه بالاصل هذا المقصود من رمضان. صحيح. بالاضافه الى تأدية فريضه وطاعه رب العالمين. خلينا ناخذ هالاتصال برضه. في معنا اتصال ام جواد. صباح الخير. صباح الخير. اهلا، كل عام بخير. تفضلي. كيفك وانت بخير؟ كيفك رندا؟ اهلا بيك، تفضلي يا ام جواد. حابه اسال الدكتور عن صيام الاطفال، خاصه عمرهم 6 7 سنين، تدريبهم ما ينزل عندهم السكر، العطش، السوائل، ما بعرف شو عنده نصائح الموضوع. شكرا لك يا ام جواد. يعني اسئله مهمه الاخوه والاخوات المشاهدين عم يعملوها. طيب السن له طبعا له اهميه كبرى على النقيضين، الاطفال وكبار السن. اللي فوق ال 75 و 80 سنه بتشابهوا كثير في فيزيولوجيه الجسم.
بس أذكر المشاهدين جميعا، نذكر نفسنا أنه الطفل بيختلف عن البالغ بأنه مكونات جسمه نسبة الماء فيها أكبر بكثير، ولهذا السبب هو معرض إلى التجفاف وأخطار التجفاف أكثر من غيره بحالة نقص المياه. للأسف لا يوجد يعني زي ما يحكوها جاكيت واحد يفصل يعني لقياس الجميع. صحيح. كل شخص سواء طفل أو من المرضى اللي ذكرنا منهم راح يكون في جاكيت على قياسه. يعني إذا الطفل صحيح معافى عنده القدرة خلال الساعات الأولى من الصيام ما لاحظنا عليه أي مظاهر إعياء أو تجفاف، واللي هي يعرفها القاصي والداني، يعني ما بدها طبيب ما بدها علامة، فهو يستطيع أن يكمل الصيام. بس إذا بأي وقت من النهار لاحظنا عليه علامات من الارتخاء أو النشاط تبعه يعني تأثر بشكل كبير، أنا بعتقد بأنه يفضل بأنه ما يكمل صيامه. يعني إحنا في شغلة بيسموه هذا الأطفال صيام العصافير، صوم ال 12 صوم الواحدة إلى التنتين، هي درجات المادة. الفكرة هي بالأصل الفكرة وليس حرفية الشغلة. فهون للأسف ما بقدر أعطي جواب أنه كل اللي 7 سنوات أو 8 سنوات ما في عمر يعتمد معي. حسب كيف صحته كيف بنيته، كيف صحته بالأصل وكيف المسار تبع صيامه خلال النهار، يجب أن يتم ملاحظته. ما تنسوا الطفل الصائم ما لازم يغيب عن الأنظار. طب نرجع للموضوع اللي كان طرحناه قبل ما ناخذ اتصال رجاء وأم جواد. كان سؤال حول الأشخاص اللي معهم سكري وعندهم سكري درجة أولى، قلت لي لازم ينظموا خصوص الأشخاص اللي بياخذوا الأنسولين عم ممتاز. تحكي ينظموا ممتاز. وقتهم قبل رمضان عشان يقدروا يصوموا. طبعا طبعا كيف؟ طبعا يعني قبل ما يدخل على رمضان لازم يكون السكر عنده معتدل في الحدود الطبيعية. وفي شيء اسمه السكر التراكمي اللي بيتم قياسه بالضبط، وهذا بيعطي صورة عن مجمل مسار السكري عنده. إذا كان منتظم، فإذا هو وصل لرمضان وأموره مخربطة، أنا بعتقد أنه ليس من حكمه أنه يصوم بالأصل، ويستطيع أن يستشير طبيبه في هذا الخصوص. شو ممكن يؤدي في حال صام؟ بكون معرض أكثر للأخطار اللي هي إما نزول حاد في السكر أو ارتفاع صعود كبير جدا في السكر. طبعا إذا وصل إلى رمضان وهذا شيء مرجو يعني وهو وضعه كويس، في شوية تغييرات يجب أن تحصل. اللي بياخدوا إنسولين بياخدوا نفس كمية الإنسولين اللي بياخدوها المساء قبل الإفطار، لكن بياخدوا نصف كمية الإنسولين اللي بياخدوه بوجبة الصباحية. أيوة. اللي هو على السحور. هذا مهم جدا. لأن أنت راح تأخذ إنسولين على الساعة 4-5 الصبح وراح يمر عليك 16 ساعة بدون أكل، فإذا أخذت نفس الكمية فترة سحور راح ينزل السكر. بدون أدنى شك. نعم. فهذا شيء مهم جدا. الشغلة الأخرى اللي ممكن تساعد مرضى السكري إنه يبتعدوا عن السكريات البسيطة، عوامة وهريسة وكنافة وإلى آخره. خذ السكريات المعقدة، الفواكه ممكن، خبز فواكه أفضل، الشغلات البقوليات. هاي بتعطيكي سكر بس ما بتضخ السكر بشكل مفاجئ وسريع، وبالتالي ما بتأدي إلى زيادة حادة في الانسولين، وبتغطيك على مدى فتره اطول من النهار. في بعض المرضى السكري مهم جدا، في بعض مرضى السكري بيقول لك احنا ما دام عم ناخذ الحبوب وما دام التزمين بموضوع الانسولين خلص يعني نمرق اليوم مثلا بقطعه حلو او شيء زي هيك. مش صحيح، مش صحيح. طبعا في عادي اخرى مغلوطه، يعني انا بس بغتنم الفرصه انك ذكرتي اللي بياخذوا الحبوب اللي هو السكر من النوع الثاني، انه اللي بيعملوا ببساطه بحكي لك بدل ما اخذ انا حبتين الصبح حبتين المساء باخذ حب الصبح وحب المساء. حتى هذا الحكي غير صحيح أو بيؤدي إلى مخاطر، لأنه النتيجة الطبيعية أنه رح يرتفع حتى لو ما عم بكون عم بيوكل رح يرتفع عنده السكر. السبب أنه في هرمونات أخرى الأدرينالين والجلوكاجون، لأن هي بتحس وبتشعر بتستشعر هذا الأمر وبتضلها تحكي للجسم يلا افرز افرز أعطي سكر أعطي سكر، وبالتالي بتعرضوا لأخطار ارتفاع السكر. طب غير مرضى السكري دكتور مين هم الأشخاص اللي ما بتنصح كويس بصيامهم؟ قبل ما ننسى الحوامل. الحوامل هلا طبعا هم حابين يعني انهم يؤدوا الطاعه زيهم زي غيرهم، واحنا ما بنحب نحرمهم من هذه يعني الفرصه. الشرط الوحيد للحامل ان هي تكون على يعني امورها مراقبه عند طبيبها في النسائيه، ما يكون عندها مشاكل ارتفاع في السكر او مشاكل ضغط او اي مشاكل اخرى،
مهم جدا انها تراقب حالها خلال الساعات الاولى من الصيام. اذا لاحظت نفس الحديث اللي بينطبق على الحوامل زي ما حكينا بالنسبه السكر. للاطفال اذا لاحظت اي عياء ما لازم ننسى انه الحامل هي مش شخص واحد، في شخصين طبعاً. في الجنين برضه طبعا حتى يعني نقول احنا المراحل الاولى بالحمل ولا عم تحكي عن المراحل المتاخره؟ طبعا بالمراحل الاولى الاخطار اقل، اخطر اقل بالمراحل اللي هو بعد الشهر السادس بتزيد، لانه الحاجه والمتطلبات تبع الجنين والحامل نفسها بتكون بتزيد. صارت ضعفين او ثلاثه صح حتى صح. مش بزيد وزنها وكل الشيء هذا، فما في شك انه كل ما تقدمت في الحمل كل ما زادت الاخطار. مره اخرى للاسف يا ريت لو في جاكيت واحد يلبس الجميع، بس انا بحكي انه كل ست حامل اولا لما تدخل على رمضان تعرف كيف هي دخلت عليه، باي شهر من الحمل، كيف وضعها العام، في سوائل، في ضغط، في ارتفاع في السكر، في اي مشاكل اخرى. اذا في اي من هذه الامور انا لا اعتقد انه من الحكمه انها تصوم، ويفضل انها تراجع طبيبها وبعدين بيجلسوا بياخذوا القرار يعني بشكل احنا حناخد إجماعي. اتصال هلا دكتور ومن بعدها نحكي عن الاجراءات اللي ممكن نتبعها، بس بشكل سريع لانه ما ضل معنا وقت في حال صار معنا عسر هضم او اي مشاكل في المعده. صباح الخير ام احمد. مرحبا. اهلا تفضلي. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. اهلا وسهلا. بدي اسال الدكتور بالله قرب هيك حوالي الساعه 4 وجع راس مش طبيعي وغثيان. نعم. يعني بحس حالي بدي اراجع وبمسك راس بقدر، فشو اسوي يعني؟ سلامتك يا ام احمد، شكرا لك. الف سلامه. هي بيحصل معها اذا فهمت السؤال انه صداع وشعور في الغثيان. طبعا اول شيء لازم نعرف خلفيه المريض، هل عنده ضغط، هل عنده سكري، هل عنده اي مشاكل مزمنه اخرى، لانه هذه كلها ممكن تؤدي الى الصداع. ارتفاع السكر بيؤدي الى صداع، نزول السكر بيؤدي الى صداع، ارتفاع ضغط الدم او هبوطه بيؤدي الى صداع او دوخه. لنفترض انه المريض ما عنده الشغلات هاي، هناك امور اخرى ممكن تؤدي للصداع. على سبيل المثال للحصر، اللي متعودين على شغله معينه، فنجان القهوه الصباحي ومش فنجان ممكن بكرج كامل، هذا ما في شك انه رح يصير في عنده ارتداد اللي هي الريباوند، لانه جسمه بيستشعر انه وين القهوه اللي كنت تشربها، رح يسال نفسه مزبوط ولا لا. صحيح. هاي بتؤدي لصداع. المدخنين هاي شغله مهمه جدا. كل الناس اللي تشوفيهم عصبيين في الشارع وعندهم نوع من السلوكيات الغريبة، بكون هو جسمه عم يطلب نيكوتين. طبعا. فهو ما طبعا. في شك يعني الأشخاص هدول يفضل أنه قبل ما يصل لرمضان بأسبوعين ثلاثة أنه يبلش يهيئ نفسه ويخفف شوي شوي على أساس ما يصير في عنده الارتدادات هاي. مباشرة السريع عن دكتور، بس نحكي هيك على السريع نقاط سريعة كيف ممكن نقي نفسنا من هاي مشاكل العسر الهضم والمشاكل. هم أربع خمس أو ست نقاط. أولا المعدة ما تدخلها كمية كبيرة من الطعام على الإفطار. نعم. ثانيا الكيف مش الكم. يفضل أنك ما تبدأ بحلويات. حبة تمر كويسة لأنه ما فيها سكريات بسيطة، فيها حوالي 20 ل 30 كالوري بتساعدك على السريع. كويس. ثالثا ماء 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 ماء، كثير من الماء، لأنه الجسم خاصة في هذا الجو لا يجب أن يكون يصل للساعة 12 بالليل هو مش شارب على الأقل 8 أكواب الماء. رابعا الملح لازم يقلل منه. الملح راح يزيد الطين بلة وراح يزيد الإدرار وراح يؤدي لتجفاف أكثر. وخامسا بعتقد يعني انه الصائم لازم ينتبه الى مساله السحور ويعملها وجبه رئيسيه، لانه عكس ذلك الصيام بدل ما يمتد ل 16 ساعه راح يمتد ل 22 ساعه او تقريبا اقل شيء 20 ساعه، وهذا راح يؤدي لمعظم الاخطار اللي ذكرتها سابقا. نعم. كل الشكر لك دكتور خالد جاد الله، استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد، وكل عام وانتم بخير مره ثانيه. وانتم بالف خير. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك.